انطلقت اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر له بعد غد الثلاثاء. يبحث المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية مشروع جدول الأعمال الذي سيتم رفعه لوزراء الخارجية العرب، والذي يتصدره بند القضية الفلسطينية ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية. المزيد تنضم إلينا من جامعة الدول العربية الزميلة شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز. أهلا بك شيرين، وآخر التفاصيل لديك. نعم محمد، تتواصل في هذه الأثناء الاجتماع المغلق لمجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية 162 على مستوى المندوبين الدائمين. يأتي هذا الاجتماع لبحث التحضيرات الخاصة باجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والمقرر له بعد غد الثلاثاء. كذلك أيضا يبحث هذا الاجتماع تعزيز التعاون العربي المشترك، وأيضا يعني يأتي في مقدمة هذه الملفات هي القضية الفلسطينية، بالإضافة أيضا للشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدول العربية. لو نتحدث عن الجلسة الافتتاحية والتي انطلقت في صباح اليوم، بدأت بكلمة لمندوب دولة موريتانيا وهو الرئيس للدورة السابقة لمجلس جامعة الدول العربية 161 في دورته العادية 161، والذي تحدث في بداية كلمته أن هناك تحديات غير مسبوقة في الأراضي الفلسطينية، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات وحرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، مما أثر على جميع مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية. وفي هذا الصدد دعا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفعال والسريع، وذلك لوقف إطلاق النار وأيضا إيصال الدواء والغذاء وعودة المهجرين إلى بيوتهم. أعقب هذه الكلمة تسليم رئاسة الدورة من دولة موريتانيا الرئيس السابق إلى مندوب دولة اليمن لدى جامعة الدول العربية، ويعني الذي يرأس هذه الدورة العادية 162، والذي تحدث في بداية كلمته أن هذه الدورة ستسعى إلى الالتفاف نحو موقف عربي موحد ومشترك إزاء الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. أيضا سيكون هناك تعاون عربي مشترك، وذلك لحث المجتمع الدولي على اتخاذ عقوبات فعالة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك أيضا إرغام إسرائيل على تبني والالتزام بالقرارات الدولية، لا سيما قرار محكمة العدل الدولية والذي أشاد به مندوب اليمن. أيضا دعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى هذه اللحظة إلى ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك أيضا دعم يعني حقها في العضوية الكاملة بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وأنهى كلمته بتوجيه الشكر إلى مصر وقطر على جهودهما في أو لوقف إطلاق النار في الوقت الذي وصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجمعية بحق الشعب الفلسطيني. هذه صورة من جامعة الدول العربية. أعود إليك محمد مرة أخرى. شكرا جزيلا شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز، كنت معي مباشرة من الجامعة العربية.